تقوم البعثة الطبية المصرية بالتنسيق مع السلطات السعودية لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام وسط إجراءات لوجستية ميسرة وتأمين طبي بمناطق المشاعر المقدسة. يأتي ذلك وسط أجواء روحانية وفرحة غامرة لضيوف الرحمن أثناء قضاء يوم التروية بمشعر منى. لك والملك لا شريك لك. ها هم ضيوف الرحمن لبوا نداء الرحمن وبدأوا رحلتهم المقدسة يوم التروية والوقوف بمشعر منى. وسط أجواء روحانية عالية كانت القاسم المشترك بينهم البعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية رفعت درجة الاستعداد القصوى لتوفير تلك الأجواء للحجاج بشكل ميسر خلال أدائهم المناسك بمناطق المشاعر. إن شاء الله واخدين كل الكادر الطبي معانا بالتموين الدوائي والتموين الطبي اللازم ومتواجدين في المخيمات بصفة مستمرة، ده بجانب العادات اللي هي هتبقى موجودة فيه سواء في عرفات أو سواء في منى، بجانب أن في فروق المرور على المستشفيات سوف يتم المرور على العادات والمستشفيات في مناطق الحجيج للإطمئنان على تحويل الحالات والحالات اللي دخلت المستشفى للإطمئنان على سير الإجراءات ومتابعتها بصفة يومية، وكذلك مرضى الغسيل الكلوي ومتابعتهم ووضع جدول ليهم للغسيل الكلوي اللازم ليهم. تنسيق مع السلطات السعودية بحيث ان الحالات اللي تقدر تطلع الى المشاعر سواء بسيارة اسعاف او انها تكون موجودة في مستشفيات المشاعر تم تصعيدها بالفعل ووجودها اللحظة ديت في المستشفيات، باقي الحالات هيتم نقلها ان شاء الله بالاسعاف علشان تكون موجودة في جبل عرفات. دي خطوة. الخطوة الثانية ان فريق مرور المستشفيات بالتنسيق مع رئاسة البعثة قام بالمرور على كافة المستشفيات اللي موجودة في المشاعر سواء في منطقة جبل عرفات أو في منطقة منى ورفع الموقع الإحداثي الخاص بيهم والخدمات المقدمة بكل مستشفى من المستشفيات ديت. في بعض المشاكل طبعا بتقابل الحجاج، إزاي يتعاملوا مثلا مع الأمراض بتاعتهم وهم موجودين هناك في الوقوف على عرفات أو في منى. هنوعيهم بأهمية الكمامات، أهمية التواجد في الأماكن المزدحمة واستخدام الكحول. بنعمل لهم إرشاد برضو بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في قدمهم، إذا كان عندهم بعض المشاكل في قدم السكري إزاي يحافظوا على قدمهم أثناء المشي والوقوف وأداء مناسك الحج والمشاعر بإذن الله تعالى. فرحة غامرة انتابت ضيوف الرحمن كافة ومنهم الحجاج المصريين مع بدء الرحلة المقدسة وتفويجهم لمشعر منى، داعين الله تعالى بالقبول والاستجابة. حنين والله، لا والخدمة ممتازة صراحة والله، ونظام وكل حاجة جميلة الله. فرحة وسعادة والله، والله والله فرحانين. سعادة وفرحة ما نش متصورها قد ايه، سعادة كبيرة قوي الحمد لله. صوت جميل جدا وسعادة ما بعدها سعادة، وربنا يدي كل مشتاق يا رب. الواحد مش مصدق ان هو في الحج حاليا، يا رب يكتبها لكل محروم ان شاء الله. فرحانة وطايرة، قلبي طاير من فرح، فرحانة وسعيدة ومبسوطة قوي 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 الحمد لله. ربنا يسعدنا يا رب ويجعل الحج مبروك علينا كلنا. دي اللحظة دي كتبت منها من زمان، وأتمنى يا رب أن يكون هذا الحج لا رياء ولا سمعة وحج مبرور ويكون ذنب مغفور يا رب. رحلة العمر، ربنا ما يحرم حد أبدا يا رب، وينعم على المسلمين كلهم يا رب بزيارة النبي وزيارة بيت الله الحرام. أجواء روحانية عالية تنتاب ضيوف الرحمن كافة لبدء رحلتهم المقدسة وسط إجراءات لوجستية غير عادية هدفها تيسير أداء المناسك. محمد حلمي، التلفزيون المصري.